مشوار اليوم على الطريق بلش من الصبح بكير، وقصة الأولى كانت مع ست اسمها رانيا. التقيت فيها قاعدة حاطة كرسي على جانب الطريق وقاعدة. قربت منها لحتى أعرف شو قصتها. اسمعوا معي قصة رانيا. مرحبا حجة. أهلين أهلين، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم عليك يا رب وعلى الجديد كله. علينا وعليكم. وعليك يا رب. منيحة؟ الحمد لله. لفتني الله. إنك حاطة كرسي وقاعدة على الطريق. إيه قاعدين. جعنا. في أقعد حدك شوي أحكي فضل. معي؟ تفضل أهلا وسهلا فيك. شكرا. هاي ربطة الخبز، بناكل أكل لنجيبها. هاي ربطة الخبز، بناكل أكل لنجيبها. ما في. نركض وراها ركيد، أولاد الحلال. أعطونا إياها. حدا قدم لك ربطة خبز؟ إيه. وليه حاطة كرسي وقاعدة هون؟ طيب، يعني منشوف يا عندك حل. نحن أولاد البلد، أنا لبنانية. يعني بس وصلنا لهالمواصيل هاي، برقبتي ثلاث بنات بدي ربيهم صغار. عندك ثلاث بنات؟ عندي ثلاث بنات، هاي وحدة، في بعد اثنين بالبيت. كنت تشتغلي أو بتشتغلي شيء؟ أنا كنت أشتغل بالبيوت، هلا ما بقدر. يعني لا فيك تتحكم. دواء تركض ورا حبة الدواء لتلاقيها لتجيبها. طيب شو بتعملي؟ عم تجي تحطي كرسي وتقعدي؟ تجي تحط كرسي، والله ما بيتركنا أولاد الحلال، بضلوا يمرقوا من هون. بضل الله يبعت لنا اولاد الحلال، في بعد الدنيا ما خليت. يعني شو عندك حل؟ يعني بلدنا لبنان اللي كانت العالم كله تقول لبنان. لك وين وصلنا؟ ابن البلد لك لوين وصل؟ شو بعد في عنا؟ زعمائنا كثير بشعين، بس بعد في ناس كثير حلوين. إذا ما حدا مرق وتحنن عليك إذا بده يقول وساعدك، بتقعدوا بلا أكل؟ إيه بنقعد بلا أكل. وهي إذا بدك هاي بأبسط الأمور بتحب تفرجيك بيتي. يعني بتقول كيف قاعدين هالجماعة بالبيت. حجة صارت أيام إنه نمتوا بلا أكل؟ صارت؟ صارت صارت، وعم نوصل لها والحمد لله. هلا ما عاد فيي أشتغل، يعني ما عندي حل. حطيت الكرسي وقعدت، بس ما بمد إيدي. يعني الله ببعث أولاد الحلال، أنا ما إلي عين، أنا كتير بستحي. أنا نضطر نقعد هالقعدة. انت اختنا وامنا كلنا، ونحن نتخيل وبنحط حالنا مطرح مطرحك، وبنتخيلك مطرح امهاتنا. الله يبارك فيك ويبارك بالجديد يا رب، ويبارك بهالبلد، والله يحسن الحال والوضع يا رب. انا ما عم بدعي لا انا ولا شاشة الجديد انه قادرين نعمل تغيير كبير بحياة الناس، يا ريت قادرين. انا كل اللي عم بعمله بهالشهر الفضيل اني عم كون مرسال من قبل شخص فاعل خير، هو سلمني غرض وطلب مني ابرم على الطريق وانا بدوري سلمه. وانا كتير فرحان اليوم اني التقيت فيك. الله يعطيك الخير لك ولصاحبك. وبعرف انه هالغرض ما بيعمل شيء يمكن، بس يمكن بيخلي نهارك يكون احلى. اليوم بس بدي اياكي، بس اليوم تروحي ترتاحي بالبيت وتشيلي الكرسي، بس اليوم ان شاء الله. هيدا المغلف لإلك. تسلموا ضيقتك. هيدي 100 دولار. الله يبارك فيك ويبارك بالتلفزيون الجديد. يا الله 100 دولار، ما حدا بيحلم بهالايام، ما بنحلم فيها. هيدي هديه صغيره مثل ما قلت لك، هي منا شيء، كتر الله، بس بكفي اني اقدر اشوف بسمتك. الله يرزقكم ويبعث لكم الخير ويبعث لكم السعاده ويحسن وضع البلد يا رب يا رب. قصتنا الثانيه ولا بالخيال. كنت بتمنى لو كانت قصه خياليه ومنا واقعيه. معاناه ست لبنانيه ماشي على الطريق وحاملة كرتونة مونة، وعم تسأل مين بيشتري منها المونة اللي اجتها تقدمة. لهون وصلنا. اسمعوا معي قصة حياة. حجة مرحبا. اهلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طارق سويد انا. ايه تشرفنا من تلفزيون الجديد. حبيب قلبي نعاد عليكم بالصحة والعافية. شفتك قاطع حامل كرتوني، شو معي؟ هيدي اجتني كرتونة مونة بدي بيعها يا ابني. اجتك كرتونة مونة بدك تبيعيها؟ ايه. ليش؟ لأنه ابني المعيل علي مريض، بدي جيب له أدوية. ما في شي ببيتي، حتى إفطار ما في عندي بإفطار. يعني هيدا حرام إنه يصير فينا هيك. أنا عندي زوجي متوفي، عندي أيتين بنات. عم تمشي وعم بتشوفي مين بيشتري منك المونة؟ نعم يا خالتي، لجيب الدواء. وكيف بتاكله؟
الله ببعث يا خالتي، الله كريم، هو اللي ببعث لي رب العالمين. هلا افطار ما في ببيتي، اذا بدي اعمل الافطار ما بعرف شو بدي اعمل يا خالتي. وانا تعبانه يعني، تعبت من هالدنيا، بس الي رب اسمه الكريم. ان شاء الله الله هيك يفرج على جميع الناس. كم ولد عندي؟ عندي بنتين وابني مريض. ابني كان يشتغل ويصرف على اخواته وعلي من بعد رب العالمين. مريض، شو بعمل يا خالتي؟ الحمد لله على كل شيء بيجي من رب العالمين. تعبانه يا خالتي. هلا اعطوني ناس هيدي المونه، بدي اجيب له دواء سكر. ما معي حقه، وحتى افطر ما معي. بس انا اكيد رب العالمين حيبعثني ناس يجيبوا لي اكل وشرب. معقول يا خالتي نحن اولاد هالبلد يصير فينا هيك يا خالتي؟ في اشتري منك انا هيدي المونه؟ ايه الله يبارك فيك يا خالتي. في اشتريها؟ ايه الله يحميك يا خالتي، كون ممنون لك. بدي اشتريها بس بدي اقدم لك اياها. حبيبي يا خالتي، طول عمركم يا رب، بعد الدنيا بخير والله يا خالتي. الله يبارك فيك يا خالتي. هيدي هديه صغيره عليك. مش مني، من فاعل خير، انا مجرد مرسال عم بوصلها لكل اللي عم بتابعوكي هلا عبر الجديد. حبيبي. اذا بدهم يساعدوكي. حبيبي يا خالتي. في رقم تليفون فيك تقولي حفظتي؟ ايه. في اطلب منك تقولي رقمي؟ 76 65 36 85. رمضان كريم، ونحن بنحبك وبنحترمك كثير، ويخلي لك اولادك وينعاد على الجميع يا رب بالخير بالصحه والعافيه. كل الحب وهداوة البال حبيبي. شكرا لك يا رب، الله يبارك فيك. من حياة اللي كانت عم بتحاول تبيع صندوق الموني اللي تقدم لها كملت طريقه، والتقيت بعم قاعد على الدرج وحاطط حده ادويته. قربت لاحكي معه واسمع منه قصته. اسمعوا معي قصة العم انيس. بدي اشوف العم قاعد على الحفه. مرحبا عم. يا هلا، كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. في اقعد حدك؟ تفضل. شو هول حدك الادوية؟ هدول للربو. معي تليف بالرئتين، تليف، ومعي التهابات مثمر بالصدر. ولا قاعد هون على حفه؟ قاعد هون والله عم بالشمس بردان. هاي بردان؟ اي والله مريض، تعبان كثير كثير والله. شو بتشتغل؟ ما بشتغل، صار لي زمان بلا شغل، ما بشتغل. عايش على باب الله. واولادي حلال، هذا بيعطيني 20، هذا بيعطيني 10، هذا بيعطيني 5، هذا بيعطيني 50. هيك عايش، كيف عايش؟ من يلي بيعطوك 10,000 5,000؟ هيك عايش، امراض ما بيجي لي شيء، حسب. بهالازمه اللي عم نقطع فيها صعب الوضع عليك اكثر؟ هو ما تتسوى، هو كان اي دولار، كان ايام 1005 عشت السعر، كيف هلا؟ ربطهم خمس حقات 3000 4000 دولار هلا. بتعرف عم انه بعد في ناس حلوين كثير بهالدنيا مثلك؟ نعم؟ بعد في كثير ناس حلوين بهالدنيا مثلك، مثل الله يخليك يا رب، الله يخليك، هذا كله من لطفك. انا بقول مش بالصدفه التقينا اليوم. بدي اعطيك غرض صغير واقول لك رمضان كريم. الله يخليك. هيدا اكيد مش مني ولا من تلفزيون جديد، هيدا من عامل خير سلمني هالغرض وطلب مني بدوري انه انا. الله يخليك يا رب. هيدي 100 دولار. الله يخليك يا رب. بتمنى انه تساعدك على القليل تخلي نهارك يكون احلى. الله يخليك يا رب. وتنعاد عليكم بالصحة والعافية وعادة في دنيا جديد. رمضان كريم. الله يخليك. حبيب قلبي.